أرحب بالصديق العزيز نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني الأستاذ صابر شريف الخندقاوي. يا مساء الأنوار يا أستاذ صابر. مساء الخير يا كابتن مدحت، وأنا سعيد إنك شفته واتقابلت معاك، وبشكرك على اللقاء ده، وإن شاء الله نكون خفيفين على المشاهدين. أنت منور الدنيا. شكرا. أنت منور الدنيا. شكرا. قبل ما نتكلم في نادي الهلال والمباراة والحكاية والرواية، جيت مصر، شايف مصر ازاي اليومين دول؟ والله يا مصر ام الدنيا، مصر دايما جميله بشعبها وناسها. مصر والسودان هي واحد طبعا، انا شفت السودان ولا شفت مصر هي واحد. طبعا الناس كلها مترغبه للانتخابات والاشياء دي، الامور طيبه. انا سعيد بوجودي معاكم ووجودي في القاهره وفي مصر عامه. والحمد لله. تيجي كتير؟ تيجي كتير مصر؟ بجي كتير. تيجي كتير مصر؟ في السنه مره مرتين ان شاء الله. تعالى نجي كل 3 شهور شهرين مره يعني. كويس. اللي بتشوفه احيانا على بعض الشاشات العربيه زي اللي جيت شفته في مصر، ولا شفت مصر طبيعيه والاجواء عاديه؟ لا والله، والله الاجواء عاديه، الامور هاديه بالعكس. يعني انا اخر مره جيت مصر يمكن قبل 7 شهور، الامور اهدى بكثير. أنا شايف الأمن والأمان موجود. حتى في المباراة الهلال الزمالك أمس كانت الأمور طيبة والحمد لله. ده إيه اللي على الشاشة ده الأول؟ أنت نزلت حاجة عندك في ال أيوة دي هي دي. أيوة دي عملناها في السودان. دي أنت نزلت دي في السودان عندك؟ على موقع النادي ولا لا؟ هي دي عملها الشباب عندي في ال في المكتب الإعلامي، عرفوا إنه حقابل الأستاذ مدحت شلبي. فعملوا لها ترويج في السودان، فالحمد لله شافاها كثير من الناس. وإنت عامل الحركة بتاعتي بتاعت الخندقة، هي باص الناس يعني. هي دي نفس الحركة، هي دي الحركة. يعني حاجة بتعمل نفس الحركة بإيديك كده؟ دايما بعمل بإيديني كده، فاشتهرت بالحاجة دي. فأي إنسان ممكن يكون غايد لأي فريق أو غايد لأي شيء لازم يكون عنده حركة مميزة، فأنا اشتهرت بها من الأول. صارت بتتعامل كده والحمد لله. يعني في انتصار بتعمل الحركة دي؟ هو في انتصار، في تشجيع، هي بترمز للشموخ. للشموخ والقوة والابتسامة، هي التفاؤل. والابتسامة تفاؤل. لازم تكون متفائل. صحيح صحيح. احنا عملنا دي يوم الخميس في بإحساس طبيعي. أنا كان معايا الكابتن حسن شحاته وكابتن مصطفى يونس والأستاذ محمد صيام، فالمخرج محمد نصر دائم الإبداع، عمل لنا أغنية عن بشرة خير، فلقينا نفسنا منفعلين بإحساس الوطن، بإحساس صح الوطن. صح، هي دائما الحاجة اللي بتمس الوطن، أو يعني الإنسان بينفعل من غير ما يشعر، لأنه الوطن، أي وطن في حدقات العيون يا أستاذ بتحط. فيش كلام. ونحن يعني الواحد بيعمل من أجل الوطن ثم الهلال ثانيا، يعني الأندية ما حتكون زي الفرقة الوطنية. طبعا. فالاغاني الوطنيه او الاغاني اللي بتمثل في الوطن، فهي بتدي الحماس والانفعال اللا ارادي. والحمد لله شفتكم انتم كانوا مفعلين باحساس الوطن. باحساس الوطن. شيء طبيعي. انا عارف ان حضرتك جبت لنا اغنيه هم بيظبطوها دلوقتي للهلال السوداني. أيوة. ده اغنيه معموله للهلال السوداني خصيصا. الاغنيه معموله للهلال السوداني خصيصا من شركه صابر شريف ميديا، اللي هي اتعملت في المباراه مع بدايه الدوره الافريقيه. فنزلت في المباراه بين الهلال ولوبارك، والحمد لله الاغنيه انتشرت والهلال فاز على لوبارك. سوري، تعادل وصعد للمجموعات. وصعد للمجموعة اللي موجود فيها دلوقتي الزمالك والهلال ولوبار، سوري، فيتا كلوب ومازيمبي. الاثنين من الكونغو. الكونغو. وان شاء الله انا بتمنى انه يعني تطلع من المجموعة دي، بتمنى يا رب انه نطلع هلال السوداني والزمالك المصري. يا رب. يعني دي امنيتنا. امنيتنا، لانه طبعًا يعني نحن بنمثل شعب وادي النيل في الاول، بنمثل العرب ثانيا. بالظبط. فيعني نبعد من دائما الكؤوس الافريقيه بتاخذها، يعني او اكثر الاوقات بتاخذها الانديه الافريقيه داخل. نعم. افريقي من داخل، لكن ان شاء الله نحن السنه دي نحاول ياخذها فريق عربي، وبتمنى هلال او زمالك ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني هو لو طلع اول وثاني هلال سودان زمالك، سواء ده اول مش هتفرق، كروس وبعدين نلعب بعض في النهائي. ايوه. والله 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 يكون مهرجان وادي النيل. طب وادي النيل خلاص وما خرجتش بره وادي النيل. بالظبط.
اخذتها مصر وادي النيل، اخذتها السودان وادي النيل، كل وادي النيل والله. والله العظيم. لا والله والله حقيقه يعني انا طبعا ما حقول لك بشجع الزمالك، انا بشجع الهلال السوداني طبيعي طبعا، ولكن بتمنى الزمالك المصري حتى لو الهلال تعثر في شيء، اتمنى الزمالك المصري يروح وياخذ البطوله. وانا متاكد كل المصريين وكل الزمالكاويه بعد بيحبوا نفس الشيء، انه الهلال ممكن حتى لو الزمالك لا قدر الله او الهلال لا قدر الله واحد فيهم يمشي لقدام ايوه لتمثيل وادي النيل في الاول، والدول العربيه برضو قريبين لبعض يعني. صحيح صحيح. هنتكلم كلمتين عن الفريق طبعا. اولا طبعا يمكن الاستضافه اللي لينا شرف طبعا هيكون معانا هي تعبير عن زي اللي حضرتك قلته ان احنا والسودان اهل ومحبه واسره وبنشرب مع بعض من ميه النيل والاخره، وعمرنا في حياتنا الحمد لله ولن يكون ابدا ما بيننا الا كل خير صح ان شاء الله يعني. طيب كلمني عن فريق نادي الهلال، بطولاته وتاريخه والكلام ده. والله نادي الهلال طبعا نادي عريق يعني معروف لدى الكل، كان في داخل السودان وخارج السودان اكبر قاعده جماهيريه. نادي الهلال يعني منذ 1930 تكون نادي الهلال 1930 أيوة. ان شاء الله قديم. ونادي قبل المريخ ولا بعده؟ والله هو افتكر قبل المريخ، ما متاكد عشان المريخ ما يزعلوا، لكن هي في فترة فترة 30 يعني كده. لكن نادي الهلال مرت عليه رئاسات كبيرة، مر بلعيبة غاموا موجودين ومعروفين، أخذ بطولات كثيرة يعني، ممكن تكون بطولات خارجية مش كثيرة لكن بطولات داخل السودان أخذ بطولات كثيرة. نادي عريق، نادي معروف يعني، في النهاية نقدر تقول أكبر قاعدة جماهيرية هي في السودان نادي الهلال. جميل جميل. الموج طيب. الأزرق الموج الأزرق طبعا. على فكرة كان فيه أغنية لعبد الحليم اسمها الموج الأزرق في عينيك، هذا الهلال ده الهلال يسافر في كل الدنيا. تسلم يا أستاذي تسلم. طيب هنتكلم عن بطولاته، أخذ كم بطولة كاس وكم دوري حكاية ورواية، بس خليني يعني نحيي حضرتك في الأغنية. أوكي يلا يا ناصر شوف. هلالي بدور عالمي، انت قمر الدنيا العالمي، قلبي نور نور عالمي، انت جمهور عالمي، يا هلالي بدور عالمي، انت قمر الدنيا العالمي، قلبي نور نور عالمي، يا اسد افريقي وعالمي، ليك بكل طريقي وعالمي، انت أبيض وأزرق عالمي، بجسور بغرق عالمي، قلبي حبك دولي وعالمي، قلبي عاريك يحرق عالمي، معارك عالم في حروب شارق عالمي، الهلال الغالي وعالمي.
رمز الوطني العالمي في شباب جمهورك عالمي يا هلالي بدورك عالمي في جمال الدنيا العالمي حيث نور نورك عالمي أبو شريد بنحب العالم والهلال في قلب العالم أبو شريف الغالي العالم المهون درب العالم إن شبه جمهورك عالمي يا هلال بدورك عالمي إن جمال الدنيا العالمي المنور نورك عالمي الكاس بنجيب العالم أصل ما بنصيب العالم الهلال ما سائل عالم يمهور حبيب عالمي الكاس بنجيب العالم أصل ما بنصيب العالم أبو شريف من حزب عالم الهلال في قلبه الهلال ما سائل عالم يمهور حبيب عالمي الكاس بنجيب العالم أصل ما بنصيب العالمي دي حاجة جميلة جدا والله حمست انا يديك العافية اه والله في المطربين الجمال دول في منهم من بره السودان ولا لا هو كلهم سودانيين شباب كلهم سودانيين اه سودانيين شباب هلالاب فكروا في انه يعملوا اغنية حماسية للهلال والله الاغنية نجحت الفيديو كليب انت زي ما شايف انه جميل وعمل روح كتير وانا بشكرك على كتير وبهنيك على الروح الرياضية يعني لا ازاي الله يخليك طيب يعني ما شاء الله يعني الهلال السوداني الاونه الاخيره دي ما شاء الله في طفره جميله يعني يعني ايه الاهتمامات يعني انتوا الفتره الاخيره دي مدين له اهتمام زياده بتصرفوا زياده جبتوا لعيبه زياده يعني ايه الموقف والله هي طبعا نحن هو الهلال ان شاء الله انا ذكرت في كذا محطه فضائيه وفي لا. الاعلام عموما انه الهلال 2014 حيكون مغاير للهلالات القديمه كلها 2014 ايوه 2014 هالسنه لانه بدا بدايه كويسه عملنا وكان عمل معسكر في دوله قطر في الدوحه المعسكر بين الثمره بتاعته انه متقدم في الدوري مبارياته دائما يعني مبارياته الافريقيه ما وقف فيها يعني طلع من التمهيد ودخل المجموعات بس حصلت خلافات شويه مع الكابتن الله يتربي الخير النابي بلجيكي جنسيه تونس الاصل فكان هو ماشي معاهم في الاول فحصل التغيير المدرب يمكن يكون عمل شويه من الربكه للفريق قبل لا كامبوس لا هو قبل كامبوس ما هو النابي وبعدين جه كامبوس فطبعا انت مدرب انه يجي يمسك في فتره لازم رغم انه كامبوس كان ماسك الهلال من فتره لكن طبعا لازم يكون في انسجام مع المدرب واللعيبه ان شاء الله يعني هي انا بشوف انه مباراه امس يمكن يكونوا قصروا الشباب او اولاد اللعيبه لكن ان شاء الله بتتعوض وعندنا لسه مباريات وحاليا الشيء الطيب انه كل يعني معظم المجموعات كله ثلاث نقط في ثلاث نقط وان شاء الله القدام زي ما قلنا نحن ان شاء الله يعني زمالك هلال ان شاء الله اول وثاني احنا دلوقتي المجموعه كلها لعبت كل واحد لعب مباراتين والاربع فرق ثلاثات وبالتالي لسه كانك بتبتدي من البدايه بالظبط من ضربه البدايه ان شاء الله خير ان شاء الله بالظبط طيب قول لي الهلال السوداني مقدم كم لاعب لمنتخب السودان تقريبا والله ما الهلال ما بقل عن من 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 7 ل 10 يعني الهلال غامه يعني الهلال لعيبته كلهم مميزين لعيبته كلهم معروفين لكن يعني انا بتذكر انه في اخر منتخب وطني ما قل من 7 أنفار سبعة لاعبين ما قل من 7 لاعبين ما شاء الله في المنتخب الحمد لله ايوه وعندنا نحن لعيبه طبعا صغار في السن ان شاء الله في الدورات في الدوري الجاي يكونوا نضجوا كرويا يبتدوا التدريب نفسه يكون هياهم او اهله جهزوا لمباريات ثانيه وهون احنا ماشيين معاهم ان شاء الله دمنا ازرق نحب الهلال نحب السودان كل واحد وطنه بحبه وفي النهايه نحن طبعاً بحب المصريين طبعاً طيب ايه حكايه بقى الدم الازرق دي اشمعنى الازرق عشان النيل الازرق عشان لا عشان الهلال ازرق اللون الازرق نحن ده البادج ده اللوجو بتاع الهلال اللوجو بتاع فدايما الهلال الوانه ابيض وازرق
فدايما احنا بنقول الموج الازرق الدم الازرق فهو راجع من اللوجو نفسه يعني من اللوجو نفسه اللي هو موجود عند حضرتك موجود ده اللوجو ده ايوه ده اللوجو جميل وحتى الوانه رقيقه جدا ازرق وابيض يعني صفاء ونقاء وبحر وسماء حاجه جميله يعني. المنافسه بين الهلال والمريخ ايهما الاول اكثر شعبيه هناك؟ الهلال فعلا. الهلال ولا ده عشان حضرتك؟ لا والله انت ممكن يعني لقدام ممكن تعرف السي في بتاع الهلال اكتر لكن دي شيء معروف يا استاذ يا كابتن مدحت انه الهلال شعبيته اعلى. الهلال نادي عريق ان شاء الله ان شاء الله يعني لقدام في اشياء كثيره بتظهر عن الهلال يمكن يكون لفتره معينه الهلال شويه بعيد من المنافسات الافريقيه لكن ان شاء الله حسن احنا المجموعات وانا ان شاء الله متفائل بهلال 2014 يتاهل لدوري كم لاعب عندكم محترف بقى في الهلال؟ تقصد خارج السودان؟ من خارج السودان لا والله ما عندنا نحن لعيبه محترفين كثير كان عندنا الكابتن بيش احترف في السعوديه لكن لا اقصد محترفين جوه الفريق يعني اشتريته من بره كم نحن تقريبا عندنا اربعه تقريبا كلوبالي أربعة. عندنا كوليبالي ده اللي هو ضيع الجول كان غير نتيجة المباراة عندنا سيدي بي عندنا يعني ما اذكر اربع لعيبة تقريبا اربع لاعبين افارقة الحين سجلوا لاعب برازيلي هو ما لعب ما ادري ليش الكابتن سيريو لانه هو راس حربة يعني ما عارف ما لعبوه او ما لعب لاي سبب ومقيد في القائمة الإفريقية أيوة فمفروض نحن متوقعين إنه يلعب فما لي ما أعرف ده كان سعره كام ده والله ما 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 تقريبا والله ما أعرف لأنه أنا ما دخلت في الصفقة ما دخلتش في الصفقة لكن نحن عندنا إن شاء الله مفاجأة لجماهير الهلال بنحاول إنه نجيب لاعب على سنه يسند في المراحل الجاية وإن شاء الله الله كريم إن شاء الله أول واحد حكلمك إنت عنه يا ريت تقول والله أقول لك لكن مش معروف منين لا هو معروف من وين لكن إحنا ما نبي نكشف حابب تقول دلوقتي أوكي طيب لأنه ممكن تخربت الدنيا بالضبط هو طبعا الافضل ان بعد ما تتم في سريه بتعلن بعدك بتعلن رسميا للاعلان وان شاء الله الله يوفقنا في التفاوض نحن يعني قطعنا فيه شوط كبير وان شاء الله اللي يوفقنا فيه ميزانيه الكوره في نادي الهلال تقريبا قد ايه؟ والله هي انا ما بقدر يعني حاجه زي ده اقدر احددها لكن يعني الميزانيه كبيره المدربين عندنا لعيبة المدربين بياخذوا بالدولار طب يعني كامبوس مثلا هذا المدير الفني مرتبه قد ايه؟ كامبوس راتبه 15,000 دولار في الشهر معقول ما هي 6 شهور فتره تمبرلي يعني ما فتره ده فريق الهلال ده فريق الهلال ازرق الازرق الموج الازرق الموج الازرق الموج الازرق عينيك يسافر في كل الدنيا قد تغدو امرأة يا ولدي يا هواها القلب هي الدنيا يا سلام ده الموج الازرق افتكر جميل دوري ولا شيء يعني مرتب كامبوس 15,000 دولار 15,000 دولار وفي العقد بتاعه لمده 6 شهور طب عقود اللي 6 شهور عقده ينتهي فيه هو بدا الشهر يعني احسب 6 شهور معاه بدايه السنه الجديده يمكن على بدايه السنه الجديده هل في نيه للتجديد ولا لسه سابق الاوان والله ان شاء الله ما عارف انا لسه طبعا انت في الاول اللي انت قلت انه انا لسه يعني ما دخلت اللجنه بطريقه رسميه انا قطبي هلالي احب الهلال شجع الهلال ان شاء الله وراعي انا عارف ان حضرتك راعي لفريق الهلال راعي وراعي وقطبي هلالي مع اللعيبه والاولاد لعيبتي وفي النهايه انا هلالي وان شاء الله نحن بنعمل اي حاجه تفيد الهلال ويعني ده الكابتن هيثم مصطفى طبعا الحين خلاص لا من نجوم السودان من نجوم السودان الحين هو حول للمريخ السوداني بعد خلافات مع الاداره السابقه بتاعت الهلال حاليا راح المريخ السوداني في المريخ السوداني لا بس خساره زي تستغنوا عنه ده والله دي انا ما كنت موجود للاسف دي الاداره القديمه اداره كانت قبل مجلس التسيير فهو الظاهر كان بينه الاشكال و لا ده شو طيب ونقول نقول نقول للمريخ يعني بالظبط يعني اذا حضرتك لسه مش متاكد بالنسبه لعقد كامبوس اذا كان هيجدد هيستمر او
والله يا اخي يا كابتن انا اكون معك صريح يا كابتن مدحت. تفضل. هو كامبوس عنده 6 شهور، انا شخصيا كخيروني كعضو هلالي او عنده سلطه في الهلال ما بجدد لي كامبوس، بشوف مدرب ثاني لانه كامبوس يعني بصراحه يعني يمكن الكلام ده يزعل الناس لكن نكون واضحين وبقوله تصريح يعني ما في مشكله انه كامبوس ما عنده شيء يقدمه للهلال ما في ما عنده شيء يقدمه للهلال هو الناس حيفهموني هو ما عنده شيء يقدمه للهلال والدليل مباراه امس اوكي كامبوس اشتغل مع الهلال قبل 2 سنين وما عمل شيء فيجي الحين يعمل شيء انا ضد الحاجه دي يعني كان عنده تجربه سابقه من 2 سنين أيوة وما قدمش حاجه ما قدم حاجه طب ازاي تم التعاقد معاه؟ ما يضرنه ده المجلس الإدارة المجرور مجلس التسيير الحالي هو اللي تعاقد معاه نحن ما عارفين مجلس تسيير الأحوال تسيير الهلال لجنة تسيير نادي الهلال ما كانش مجلس منتخب لا المنتخب إن شاء الله يمكن بعد 2 شهر بيجي المجلس منتخب وإن شاء الله يكون مجلس متناسب لمصلحة الهلال يعني لا مصلحة صابر شريف الخندقاوي ولا مصلحة فلان ولا مصلحة علان نحن نتكلم على مصلحة الكيان أوكي. فالكيان هو مني في الهلال الموج الأزرق فمن يريد خدمة الهلال فليتقدم للترشيح يعني إذن المجلس الحالي هي لجنة تسيير أحوال لجنة تسيير أيوة أحوال نادي الهلال نادي الهلال وليس مجلسا منتخبا لا المجلس المنتخب إن شاء الله بعد 2 شهر بعد 2 شهر أو 3 شهور حضرتك هترشح نفسك؟ سؤال محرج لكل لا عادي بالعكس حكي عادي والله يعني. شوف الترشيح لمصلحة الهلال كان أنا دخلت في 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 جناية أنا كان ممكن أرشح نفسي لمصلحة الكيان مبني في الهلال لأنه أنا شايف الهلال في أشياء يعني مفروض تحسم وفي أشياء مفروض تدار بطريقة صح فما لا حياة إلا من تنادي يعني أوكي يعني حكا تنتوي الترشح في مجلس الإدارة الجديد قطعا هيبقى على منصب الرئيس أعتقد هذا يعني إن شاء الله أعتقد كده ده الوضع يعني الوضع لا إن شاء الله إن شاء الله جميل طيب هل تم تطبيق دور المحترفين الصبر في السودان ولا لسه؟ والله محترفين في السودان اللعيبة كلهم محترفين لا الدوري نفسه لا أندية محترفين وكلام لا هو اللعيبة كلهم محترفين طبعا لكن هم لسه ما بدوا إنه يعني يعملوا الفريق في العولمة نفسها الصناعة الكرة صار صناعة بالضبط كده فمفروض يكون في أندية وشركات أيوة وشركات لا دي ما في هي ما في هي لعيبة لا في الهلال لا في المريخ لا خلافه ما خلاص يبقى ما فيش يبقى كاملة هي اللي هي لعيبة محترفين لعيبة زمان كان اللعيبة طبعا عندهم مشاغل شغال في بنك شغال في إدارة لا حاليا اللعيبة في السودان محترفين شغلتهم مهنتهم الكورة لكن مفروض تكون في مؤسسية في مؤسسات وشركات خاصة لأي نادي طبعا على سنه تدخل هنا نفس اللي عاملينه في مصر يعني لكن الاتحاد الدولي ما طالبكوش بضرورة لا طالب وهم في صدد تنفيذ المؤسسية الكاملة وإن شاء الله يصير خير هي مهمة هي مهمة لمصلحة الأندية على فكرة 3/4 أفريقيا مش عارفة تطبق دوري المحترفين صح دي حقيقة يعني صح وحتى لو وفقوا الأوضاع يبقى توفيق أوضاع شكلي وليس موضوعي شكلي بالضبط مش هيقدروا على الإطار الموضوع مش هيقدروا عليه والله هي أنا بالنسبة بشوفها إنه أي فريق سواء كان أفريقي عربي إنه كل ما يكون عنده مؤسسية عنده شركات عنده اللوجو مستخدم ولا اي شركات بخفف من اللعبة النادي بيمشي بطريقه صح الامور بتاعت النادي بتوضح بيمشي لقدام اي نادي يا كابتن مدحت انه في فلوس النادي بيمشي لقدام صح ما فلوس بيرجع لورا نعم طيب فانت لازم تعمل مؤسسيه يكون في دخل للنادي اللعيبه يرتاحوا يكون اللعيبه تحل لهم مشاكلهم بغض النظر عن الراتب. ما ميزانيه النادي دلوقتي منين بقى؟ يعني بيجيب فلوسه منين؟ نادي والله غالبا من الدخل ومن الاقطار يعني. دخل اللي هو تقصد دخل المباريات. مباريات يعني الجيت يعني اللي هو التذاكر دخل المباريات في انا اعتقد دخل المباريات في الدوري، دخل المباريات الافريقيه، بعد ده من الاقطار الباقي يعني في مشكله كبيره كل الاقطار اللي هم المحبين يعني. المحبين زينا زي حضرتك بتدفع وغيره يعني بيدفع يعني في كثير يعني في كثير محبين نادي الهلال انا ما حابب اذكر شخصي ولا اخر على سنه ما انسى شخص لكن في ناس كثير في محبين نادي الهلال كثير رجال اعمال بيساعدوا في الهلال لكن دي ما الحلل يعني انا ما شايف الحلل المفروض الهلال من نفسه
يبقى عنده القدرة المالية. أيوة. يصرف على نفسه وقادر على كده. يعني الهلال ما الهلال أكبر قاعدة جماهيرية في السودان. ما يقل لو أنا كان قلت لك الرقم يمكن ما يقل عن 20 مليون شخص أو أكتر يعني. محبين لنادي الهلال. محبين نادي الهلال وبحضروا مبارياته وبيدعبوا لهزيمة الهلال. هو السودان كم نسمة بالمناسبة؟ السودان ما 42 واحد. 42. أيوة. 20 مليون على الأقل بيشجعوا نادي الهلال السودان. أيوة. وال20 التانيين مريخ؟ لا ما مريخ مكسومة في كذا. مكسومة في كذا. رأيك في ماتش امبارح ايه الهلال والسودان؟ والله الماتش بتاع امبارح كان جميل. الهلال قدم فيه مباراة ما حقدر اخذل لانها يعني اقلل من قدرات اللعيبة، لكن مباراة متواضعة. ما المباراة ان احنا كنا متوقعين. انا كنت متوقع. كنت متوقع؟ لا انا كنت متوقع يلعب افضل من كده. اوكي. فما عارف هم هل اللعيبة وهم ممكن يسمعوني وانا زعلان من الحصل يعني انهم جايين علي انهم مباراة مازيمبي هازم فايزين وصابوا غرور ولا شيء ما عارف يعني. كانت المباراة سهلة بصراحة. كانت سهلة. كانت سهلة جدا. والزمالكية خلينا نكون صريحين. لا احنا نتكلم كورة. نتكلم كورة وبصراحة. الدفاع بتاع الزمالك كان يعني مش على بد وكان مرتبك. كان لاعب يعني انه كان من المهاجمين بتاعين الهلال كان ركزوا كان ممكن يكون السكور اقل شيء 3-2 او 3-1 كويس او 3-2 خلينا للهلال السودان. ايوه للهلال لانه في اللعبه بتاعت كولوبالي ضاعت اخيرا في كذا لعبه ضاعت من كريكا وغيره وكذا. الناس ما كانت مركزه. خط الوسط مهمل ما كان مظبوط كويس. الدفاع يعني أخذ شال العيب بتاع المباراة كتير. نعم. لكن كانت هي الفرصة بأخذ النقطة من مصر أسهل من إنه يأخذها من برا لأنه بصراحة يعني الزمالكي هو بكرر تاني يعني ما يزعلوا. نعم. في دي كورة وفي النهاية أنا ببارك للزمالك ويعني إن شاء الله إلى الأمام فما في مشكلة. فيعني هي نقطة وضاعت أنا بقول والمباراة تتعوض في اللي جاي. تتعوض في اللي جاي. لكن احنا بنتكلم عن المباراة نفسها. نعم. يعني المباراة كانت يعني أنا أقول لك فوق الوسط. كان تقديم للهلال وتقديم للزمالك. لكن إن شاء الله المباريات الجاية يكون اللعب أفضل ونحن بنطالبهم بكده يعني. جميل. لازم يكون لعب أفضل. لازم يتقدموا القدام. لازم يخشوا دور الأربعة. يعني لمتى نحن هنكون منتظرين نكون يعني نوصل مرحلة معينة ونجيف يعني. جميل. أخيرا كامبوس المدير الفني للهلال كان معروض على الزمالك. تنصحهم بإيه؟ بصراحة أنصحهم ما يجيبوا. ما يجيبوا طبعا. أوكي. لأنه ما حيقدم لهش. لا خليهم على ميدو. يا تعال نتبادل دون ميدو ونديكم كامبوس كده. هو لقاء سريع مع حضرتك أستاذ صابر. يديك العافية كلك. ولكن احنا سعدنا بحضرتك جدا ومن خلالك بنحيي كل الشعب السوداني الشقيق الجميل وبنتمنى له يا رب كل تقدم ورقي إن شاء الله. تسلم تسلم. وأنا بشكرك جزيل الشكر يا كابتن مدحت. انت غامة إعلامية معروف في الوطن العربي. لا. محبوب في السودان. ان شاء الله ان شاء الله يعني في المباريات الجاية بتاعت السودان نقدم لك دعوة لبرنامج تحليلي. شرفنا. نتفاعل بك. تكون جزء مننا من وادي النيل. طبعا. وان شاء الله نلتقي في ساعات خير. وبتمنى للكرة المصرية التقدم والرجوع لنا البطولات الأفريقية بقيادة الكابتن المعلم حسن شحاتة. إن شاء الله. عزيز حبيبي. ربنا يخليك. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صابر. الله يحييك. تسلم. كان هذا لقاء مع أستاذ صابر شريف الخندقاوي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني.